السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، ونكمل مع تطبيقاتنا مع هاء الكناية أو الهاءات كعموم المتطرفة. اليوم أخذنا الهاءات المتطرفة كاملة، جمعنا الموضوع مع بعض ونحن وصلنا إلى كلمة حطة. حطة، هاي الكلمة المرسومة عندي، كيف أقف عليها يا إسراء؟ نقف عليها بالسكون المحض مع همس الهاء. إذن إبدال التاء هاء وسكون محد فقط. نعم نعم مع لماذا إبدال. لم يدخل عليها إشمام روم رغم أنها مضمومة؟ لأن التاء تبدل هاء عند الوقف عليها وجه واحد، ما في عند الوقف عليها. نعم نعم وجه واحد، لا يوجد مد قبلها عشان يصير وجوه، فإذا هي وجه واحد فقط، السكون محد. بارك الله فيك. طيب فتيحة، يلا تفضلي، بدنا كلمة قرية. شو اللي قرية شايفيها قدامك؟ إبدال إبدال التاء شو شايفيتها؟ وش وقف يسميها؟ عليه شو سميها؟ شو شايفة؟ سكون محض حبيبي، يا يعني شاي؟ مفتوحة. لا مش على الحركة، أنا بحكي شو هي الهاء هاي؟ هاي هاء متطرفة، شو هي؟ أي واحدة منهم؟ كناية حبيبتي، لا، في لا عليها تاء. ذكر التاء، تاء تأنيث على طول. أو هاء، سميتيها هاء تأنيث على أصلها في اللغة العربية، أو سميتيها تاء تأنيث، ما بخطئوك الشيوخ، يعني بيقول لك هاي أوكي. فإذا هي، لاحظي، ما مجرد حكيت تاء تأنيث تذكرتي موضوع إيش؟ من اسمها بتتذكري كيف يوقف عليها. طيب سكون كم يوقف محل عليها؟ حبيبتي، سكون محل. لا لا، بدخل فيها شمام القرية روم؟ إبدال تاءها، القرية ما نعم، وجه واحد. لماذا لا يدخل عليها سكون شمام محل وجه روم؟ واحد، يلا هون الشطارة. لأنها مفتوحة، لا ما مفتوحة. نعم. ليس لأنها مفتوحة، عشان هيك سألتك هذا السؤال. لأنها الحركة لمين؟ للتاء وصلا. مجنسة لما قبلها. لا، الحركة هاي الفتحة هي للتاء وصلا، هذه الحركة للتاء وصلا، فالهاء يوقف عليها بأصلها أنها هاء، فراحت التاء وراحت بالحركة اللي حولها، فمش لأنها مفتوحة ما دخلش الشمام وروم. يعني جوابك صح، ما دخلش الشمام وروم لأنه وقفنا عليها بهاء، مش لأنها مفتوحة، حتى لو كانت مضمومة حوقف عليها بهاء. وضحت فتيحة؟ نعم حبيبتي، لا أنا ما بدأت معك بالأول حبيبتي، آه، عشان ما في كذا مشكلة، ما في ما مشكلة. هاي أنا بحكي لك، تاء التأنيث لما يكون في حركة فوقها، ضمة كسرة زي حطة، هاي تنوين ضم، ليش ما عملنا له نعم اشمام وروم؟ مع انه تنوين الضم موجود، لانه هذه الحركه لتاء التانيث وصلا وليس عليها بالوقف حركه. يوقف طيب عليها هاء تانيث ساكنه. طيب بارك الله فيك يا اسراء، يلا مين الله حابب يحفظك يا يسال؟ رب، يعني حب فهمتها الآن أحسن، الله نعم، يحفظك. هاي خلاص الحركه ما لنا دخل فيها، مش لانها مفتوحه، وانما لان هذه الحركه للتاء الموصوله وصلا، للهاء التانيث وصلا. طيب يلا شكرا. هلا مين كمان حناخذ؟ يلا يا يارا، ما سمعنا صوتك اليوم. معك دكتورة، أسف سلامات ما فتح. سلامات الله سلامات، صوتك يسلمك يا رب. صعب شوي. يلا هذه كويس اللي اجت هون، هذه يلا احكي لي شو اللي شايفيته هون. صح صح ايه هي؟ الله يسعدك، معلش بجوز الصوت مش واضح لانه مش طالع صوت مش الناس. مشكلة مش مشكلة. هلا هذه هي شو هاي الجهة اللي شايفيتها؟ ناسي اسمها، بس هي زائدة للتأنيث. زائدة للمؤنث، للتأنيث هي أصلها ياء، هي أصلها صح، هذه، بس هي هاء بدل ياء. طيب هي نعم للمؤنث، نعم للمؤنث حركتها دائما دائما شو بتكون؟ لا هي الأصل إنها الياء بما كسرة، هذه، أي لا مش أصلها كسرة بأصلها، لأنها لا هي بتكون قصدي كهاء، كها مكسورة لأنها بدل دائما الياء. مكسورة حركتها، لفظها دائما مكسورة، هيك أصلها ولا نعم يتغير هذا عليها. طب الأصل نعم الكسر، طيب كيف يوقف عليها؟ هل يدخل فيها مد صلة؟ لا لا لا، هنا في لأنه هذه الحالة لا، بس في الأصل بدخل، هي تلحق بمد الصلة. الأصل يدخل. بس هنا ما دخل، لماذا؟ هاي من استثناءات حفص. لا مش من استثناءات حفص، كل هذه القرية، هذه البلدة، هذه أي هذه في وراها التعريف ما بدخل فيها.
طب لأنها الهاء يدخل فيها، هي تلحق بها بالمد الصلة، لكن زيها زي مد الصلة، إذا ما كانت بين متحركين ما بدخل فيها مد صلة، فهاي ساكنة صح؟ صحيح. هاي متحركة، فمثلا لو حكيت هذه، أعطيني كلمة فيش فيها ال بعدها، هذه ناقته. طيب هذه هنا بدخل فيها شمامورو، بدخل فيها شمامورو. دقيقة شوفها، هذه بضاعتنا، هذه بتوقع بضاعتنا، بتوقع بدخل، مش بتكون هذه بضاعتنا ردت إلينا، بدخل فيها متصلة ولا لا؟ هذه بي ضاعت، هذه بي، لا بدخل، بدخل بدخل أنا فيها بين لأنه المتحرك بين المتحركين. متحركة. أيوة اختلفت الأسباب صح؟ طيب بارك صحيح. الله فيك، بارك الله فيك. مين آمين يا بيحب رب. تشارك كمان؟ أنا عندي سؤال، تفضلي. يعني انا دلوقتي بس مش عارفه، اصل حضرتك بتقولي مصطلحات كتير، فانا دلوقتي انا لما هلاقي هذه، انا فهمت من اول الحلقه ان اللي هذه الهاء دي هي نوع من انواع هاء الكنايه. لا تلحق بها الكناية، هاء الكناية للمذكر ايوه افرد، مش حضرتك بقى قلتي يعني هي دي مؤنث هي وتلحق. مؤنث، عشان هيك تلحق فيها. في أي موضوع تلحق؟ بالروم والإشمام ولا بتلحق بالمد الصلة؟ لا تلحق بالمد الصلة. مد الصلة يعني لقومه، زي هذه هون لقومه عم نحكي عن مذكر، هذه لو أجت هون حتكون فيها مد صلة زيها زيها، فملحقة مش بالإشمام والروم، ملحقة بموضوع المد الصلة. طب وصل؟ ممكن حضرتك تقولي المصطلح اللي بيتقال، يعني عشان حضرتك بتقولي حاجات هذه معينة. هذه الهاء هي هاء مؤنث، كلمة هذه هي إذا كنت بدك تحكي أنا بالعربي بفهمك. أكثر هي هاء مبدل عن ياء، هذا هذا لغة عربية، بس هي هاء، مبدل إيه؟ هاء للدلالة على المؤنث، مش زي هاء الكناية مرة بتكون مكسورة ومرة مضمومة، هذه دائما يعني مكسورة. هذه دايماً مكسورة؟ هذه دايماً مكسورة؟ أيوة مش لأنه إسراء صورتها تشبه الكناية، لا لأنه فيها منها الكناية مد الصلة فقط، أما هاء الكناية هاي مذكر وهاي مؤنث يعني تشارك فقط بس، هاء الكناية في الصلة فقط، في فقط. مد الصلة. شكرا. وصلت؟ واضحة؟ مثل كلمة قومه هلأ حنحكي عنها، يلا قومه هاء كناية بما أنك سألتي. أستاذة طب إنه عشان أنا إنه قدامك وينها؟ قلت مش موجودة موجودة. فوق؟ حاضر، وين إنه؟ أنا اللي هم في كلمتين فاتوني اللي هي إنه والصاعقة. فخذتهم الصاعقة، هيا فخذتكم الصاعقة، هاي الصاعقة. وين إنه؟ كمان إنه، ممتاز. إنه طب شو رأيك، يلا بما أنك أنت حكيتي إنه، يلا شو بدخل عليه؟ أول شيء ماذا لفظها؟ هاي إيش اسمها أول شيء؟ إنه أول شيء هاي شو هي اسمها؟ هاء الكناية هاي الكناية، هي هنا حالة الوقف عليها، بنقف عليها بالسكون المحض مع همس ورا خوط الهاء، و يدخلها روم وإشمام، مش كده يا أستاذة؟ ايش ليش؟ عشان غير مجانسة لما ولا قبلها ممتاز، فتحة، دخل فيها غير اشمام مجانسة وروم، قبلها، يدخل ممتاز. فيها إشمام، وفيها ومع الوصل فيها صلة، ليش؟ علشان متحركة بين متحركين. ممتاز، هيك اجاباتك كامله. اذا هي هاء الكنايه، هذه هاء الكنايه مضمومه لانه ما قبلها ليس ياء او كسره. عند الوقف عليها، عند الوقف عليه يوقف عليها بشمام وروم مع سكون المحض لأن مخالف لما قبلها، عند الوصل توصل بمد صلة حركتين لأن واجب طبعا لأنه متحرك بين متحركين. طب الصاعقة، يلا تفضلي. وصلت الصلة. الصاعقة، شو اللي شايفيته؟ شو اللي شايفيته؟ تأنيث، تأنيث. أوكي تأنيث. طيب تاء التأنيث، عند الوقوف عليها بنقف عليها بهاء، بالهاء مع الهمس، مع الهمس والرخاوة. بس مش كده؟ طيب والوصل،
في حالة الوصل لا بتضم يعني، مش في ايوه ايه تاني. تلفظ مضمومه، اه هون مضمومه. تنطق في اي حكم تنطق ما فيهاش. لتا، في اي تنوين او شيء له حكم مثلا اخفاء ادغام؟ اذا تنوين بدخل فيه ادغام واخفاء واقلاب كله بدخل اذا تنوين، اه اما اذا ايوه هي ضم صيغة ما خلاص فيهاش. اه ما فيهاش. توصل بتاء مضمومه فقط. طب لما نيجي نقف عليها نقول حذف التنوين يا استاذه لا ولا مش بنحذف مهم؟ التنوين ما كمان ينفعش. اذا كانت تنوين زي جهرة، اذا كانت هاي تنوين تنوين نقول هذا بعده اخفاء، بس اذا اه وقفنا عليها نقف عليها جهرة، نحذف التنوين حتى وان كان تنوين فتح. متذكر لما حكينا مد العوض، لما ايوه اخذت مد العوض في التوسط قالوا يستثنى منها ما تنوين الفتح فوق هاء التأنيث، اه ما فيش مد العوض. اه صح. فيش فيها مد عوض، هون يوقف اه عليها اه لا وجه واحد سكون محض، ابدال التاء هاء سكون محض وجه واحد فقط. نعم وصلا في تلفظ تاء وفوقها تنوين مع الفاء بعدها حكم اخفاء، وبنبدا نحكي الاخفاء ومقدار غنتم مرتبه ثالثه وعلامه ضبطه التنوين المتتالي. نعم بارك الله طيب حضرتك بارك الله فيك. بارك اللي الله. بعدك مين بعدك؟ بدي هاي الكلمه من هنا نقف عند اسم الجلاله. مين تحكي؟ ممكن حضرتك تقولي جهرة التنوين هنا، هنقول زي ما حضرتك قلتي إن التنوين خاص بالكلمة التي بعدها ليس بها؟ لا لا التنوين خاص بالتاء وصلا. أيوة، بس إحنا كتبنا المرة اللي فاتت، لا قلنا لما كان اللي قبلها قلنا إن كان التنوين بالضم الكبيرة، قلنا بالكبيرة التنوين خاص بال مش بالهاء، الخاص بما بعدها، إنما لا هنا لا لا بقى خاص بالتاء وصلا بما بعدها. ضبطيها الجملة، خاص خاص بالتاء وصلا بما بعدها. اه مش بالهاء، مش بما بعدها، بعدها يعني هو اللي بعدها مضموم. لا لا التاء فيعني هنا وصلا بما بعدها. وهنا برضه أقول التنوين بالفتح، يعني إن أنا اه خاصة هو بالتاء خاص. وصلا بما بعدها، وفيه حكم وصلا. شو بصير؟ حكم اخفاء هون. أيوه طيب خاص ده أصلا بما بعدها. اي تمام التاء تمام وصلا بما بعدها. يلا تعالي يلا احكي لي عن لفظ الجلالة هون، شو اللي شايفيته هون؟ هنا الهاء، اه انا قلت في الاول ان الهاء في لفظ الجلاله دي اصليه، نعم اذا اصلية هاء يدخل فيها اصليه. شمام وروم اذا كانت مضمومة او مكسورة. هون هي مفتوحة. لا لا يدخل فيها اشمام وراء لانها مفتوحه، طيب هي ايوه لانها الهاء هون بحكي داخليه. لانها مفتوحة، هون بحكي لانها مفتوحة، اما عند جهرة ما بحكي لانها مفتوحة بدخلش فيها شمام وروم. لا مش لحظة، هاي بدخل. مفتوحة وهاي مفتوحة. هون ما بحكي لانها مفتوحة لا يدخل فيها شمام وروم، بقول لا يدخل فيها شمام وروم لانه يوقف عليها بابدال التاء هاء التاء تأنيث هاء، فيوقف عليها بوجه واحد اللي هو السكون الهاء، سكون محض. اما هاي ما بحكي هيك، بحكي يوقف عليها بدون اشمام روم سكون محض بسبب ان الهاء مفتوحه. أيوة فبين هنا مختلفين، وجهة. هاي مفتوحه وهاي مفتوحه. تمام تمام طيب هذا هاء دكتورة اصليه. دكتورة، هو هنا، لا معلش، هو هنا يعني سكون محض لأن الهاء مفتوحة، ولا لأن احنا عارفين ان الهاء الأصلية يعني، او مش عارف. الهاء اللفظ الجلالة هذا اسم جلالة يأخذ محله من الإعراب، والهاء أصلية، فهنا في محلها في الإعراب هي مفتوحة، فالحركة أصلية، مش زي بمعنى هي حركة إعراب وليست حركة أصلية زي لهو. لهو دائما هي لهو إلا إذا كان قبلها ياء أو كسرة. إنه زي هذه دائما، هذه دايما هيك مكتوبة في أصل بناء الكلمة هيك، مش هاي هاي لا حركة إعراب. في عندك الله، عندك الله، أو مع الله، أو في الله، صح؟ فهاي حركة اوكي إعراب. مظبوط فإذا خلاص لأنها مفتوحة لا يدخل فيها شمام ورام، ما بدخل موضوع صح. مجانس لما قبله أو ما إلى ذلك، لأنها مفتوحة لا هيها لا أصلية مفتوحة. بدخل. لا ما مفتوحة. خلاص تمام بارك الله فيك اللي رجعتينا لهي الصفحة، تمام كنت تمام فايتتني هاي الكلمات. تمام بارك الله فيك. طيب يلا دوروا معي وين في كلمة كمان.
بعده، من بعده، وينها؟ أي آية؟ آية 51. 51 نص. الصفحة هذيك هذا كثير أيكم شايفين فعلا. كيف، كيف عشان السرعة بقدر أقلب في الصفحات، شايفينها؟ كيف أقلب من تحت، فعشان إذا بدك تعرفي. لحظة شوي. ايش اسمه البرنامج هذا؟ ايش اسمه هذا التطبيق؟ هذا موقع آية 51. نعم، هذا موقع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. عندهم إذا فتحت على المصحف العادي، مصحف حفظ، فإنه هذا البرنامج بتقدر تستخدمه. هذا فلاش لايف، يعني بتقدر تحرك المصحف فيه. فأنا أونلاين هون هلا. طب من بعده تفضلي، شو بتحبي تحكي عنه؟ الهاء دي هاء كناية أستاذة؟ نعم، هاء كناية. لفظت مكسورة هاء لأنه، كناية، لأن ما قبلها مكسور، لأن ما قبلها مكسور. نعم، يوقف عليها، يوقف عليها بالسكون، بالسكون المحض، لماذا؟ مع الهمس مع لماذا؟ الهمس ورخاوة بالسكون الهاء. المحض. لماذا؟ لماذا؟ ورخاوة الهاء بعده. لماذا ايه؟ لماذا سكون واحد؟ ايوه نعم، لماذا لا يقف عليها بروم؟ هاي كسرة. ايوه، لانها مشابهة لحركة لما قبلها، ايوه، مجانسة لما قبلها. وحال ممتاز. الوصل مجانسة لما قبلها، وحالة وصلا الوصل بعدها، وصلا يبقى فيها اسمها ايه؟ بتاعت الوصل دي حركتين. هي ايوه تلحق بالمد الطبيعي. صلة، 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 مادة صلة، ممتاز، مد الصلة مادة سلة، حركتين مادة واجب. سلة صغرى، مد الصلة حركتين صار. واجب. طيب بارك الله فيك. يلا مين يحكي لي؟ إنه أظن عملناها، إنه أظن إنه عملناها، إنه. خلينا ندور عشوائيا، خلينا نحكي بقرة. يلا، مين بتحب تشاركني؟ خليني أخذ هاي، هاي بقرة. أنا ممكن أقولها عشان خاطر دي اللي كل شوية بسألك فيها. يلا بقرة. أنا هقولها، ربنا يستر. ماشي. هنا هناك شو هاي، شو هاي اسم؟ حضرتك عايزة البقرة ديت؟ ايوه أوكي. بقرة هنا، هناك، لا أنا كده هلخبط. هنا وقف وجه لا واحد. لا، سلس. شو الحرف اللي شايفيته؟ شو اسمه؟ هنا شبه الحروف اللي فيها احكام، اللام، النون، الراء، الهاء المتطرفة، اللام وين ما كانت اذا كانت ساكنة، لام التعريف، النون، الميم، التنوين، هذول فيهم احكام، فلازم تسمي. هاي أنا شو لازم هاي؟ أكون لانه أسميها. متى ما حكيت الاسم على طول بتتذكر الحكم. شو هاي؟ هو هي هذه هاء تأنيث أصلا، وهنا التنوين خاص ب ب ب بالتاء عند الوصل، المبدلة هاء عند الوقف. أيوة، مبدلها عند الوقف. شو أوجه الوقف عليها؟ أوجه الوقف عليها هنا هتبقى سكون هنا لها ثلاثة، السكون المحض والروم والإشمام. ليش؟ نعم ليش؟ غلط. ليش ليش؟ ما هو لما تقولي ليش بتعرفي حالك، لأنها أنا حاسة مضمومة. اللي هي مضمومة، طيب بس فحسيت الضمة إنها هاي مش إلى الهاء، هاي الضمة للتاء، هاي قلنا للتاء. نقطتين، فمعناته يوقف عليها بس بإبدال واحد فقط. سوري، ايوه لانها غير أيوه، اصليه. ايوه لا حلو حلو على فكرة، لما تغلطي بالشغلة فعلا تتعمق لديك المعلومة. ايوه لانها غير اصليه، فانا مش التاء عارفه المربوطة، اضمها. التاء المربوطة هي الحركة لهذه النقطتين، متى ما وقفت عليها بشيل النقطتين وبشيل التنوين كله. ايوه، فهي فوجه فعلا ستوقف واحد. عليها بالسكون المحض. طيب هل يدخل فيها مد صلة؟ علل لا هنا لا يدخل فيها، لا يدخل فيها مد صلة. كيف؟ هي ما هاء، متحرك بين متحركين، يعني ليش ما بدخل فيها مد صلة؟ هي لأنها ليست هاء كناية، بالضبط، أول شيء لأنها ليست هاء كناية، هي هاء تأنيث. ثانيا هي تاء منونة، تمام. الصلة تاء منونة، فهنا الحكم فيها إدغام. لا وصل. يدخل فيها، لا لا يدخل إذا فيها. حلو جوابك، لأنها ليست هاء كناية، اللي بدخل فيها أحكام الهاء مد الصلة هي هاء الكناية وما ألحق بها اللي هي كلمة هذه. حلو جوابك جميل. شكرا. يلا، إنه
مين بتحب تشارك؟ شو اللي شايفيتها؟ سميها سميها أي واحدة يعني. هاء الكناية حبيبتي؟ نعم هاء الكناية، ممتاز. إن لفظها لفظها الكناية مضمومة يدخلها روم. ليش؟ هل أنا مضمومة بدخلها الروم ولا ما؟ لا لأن بين متحركين. نعم لا، اللي بين متحركين هاي مد الصلة. مد الصلة نعم هي موجودة. لماذا دخلها أشماء الروم؟ إنه سكون محض، بس سكون محض ورو و... آه ليش دخلها أشمام روم؟ حكيك صحيح، دخلها أشمام روم صحيح حكي. ليش؟ نعم. بس أعطيني السبب. هاء الكناية لازم يكون لها سبب عشان يدخل أشمام روم. ما إحنا حكينا في ناس قالوا كل الهاءات ما بعملها زي هاء التأنيث بضلني واقفة عليها بالسكون. في ناس حكوا، في ناس حكوا كلها بدخل فيها، في ناس قالوا لا بدك تستنى شوي. وإحنا حكينا هذا الرأي اللي إحنا بندرسه، هذا الرأي اللي حتمتحني فيه في الامتحان. لأن ما قبلها مجانس، لأن مجانسة لما قبلها جانسة ولا لأنها غير مجانسة دخل عليها؟ غير نعم، لأنها غير مجانسة، مجانسة لما قبلها. ممتاز. هل يدخل فيها بوصلا صلة؟ نعم. هي عطول ما دامك شايفيته مكتوبة خلص عطول احكي نعم. زي إنه يقول، إنه يقول هنا كلهم نعم. يدخل فيها مد صلة. بس لماذا؟ يلا لماذا؟ أن بين متحركين. أيوة هاي هي اللي بين المتحركين. الصلة هو اللي بين المتحركين. طب لو قلت لك اعملي لي إياها بالروم، اقرأي لي إياها بوجه الروم. إنه إنه هو. أيوة إنه. طب الروم هل وصل؟ ليش ما جبت مد الصلة؟ شو احنا دائما نحكي الروم كوصل، رومك كوصلك، رومهم كوصلهم نعم. طب وين ما جبناش مد الصلة؟ لأن وقفنا على ايوه، لأن الروم من اوجه الوقف لم توصل بما بعدها حتى تستحق. ما وصلناها ايوه. اذا بدك تحكي لماذا لم رومك كوصلك، لماذا لم تلفظ مد الصلة معها؟ لانه لم توصل بما بعدها. الروم هو وقف على الكلمة وليس وصلة، فلا يدخل فيها مد الصلة. جميل. طب بس كيف رومك كوصلك وعند الروم وقف؟ حلو سؤالك. رومك كوصلك لما نحكي عن المد قبلها، نعطي مثلا مثلا أعطيني كلمة فيها مد صفراء، كيف بتقفي عليها بالروم؟ يلا نجرب. هذا روم. كم مديتي هاي؟ أربعة أو خمسة. أيوة رجعنا لأربعة وخمسة. طب وقفت عليها بسكون المحض، كم بمد هاي؟ مد الصلة. إذا وقفت عليها بسكون المحض كم بمد هاي؟ بتصير مد عرض للسكون. مد لا، اسمها مد عرض للسكون. مد صلة الواجب أربعة وخمسة أو مد صلة عرض للسكون ستة. السكون صار ستة. إذا لما وقفت عليها بالروم شو صارت وجوهاي؟ رجعت زي كأنها موصولة. رومك كوصلك، بس حكي عن مين؟ عن الروم وما قبله. قصدي عن الروم اللي بيجي بمد الصلة. أيوة 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 أيوة. هذا الروم لما حكيتها بوجه الروم أنا بحكي عن الروم وما قبله. أما أنا ما وصلت هذا الروم حتى لما حكيتها بالروم، هل وصلتها بما بعدها عشان يستحق هذا المد المتصل؟ عفوا المد الصلة. لا ما مديتها، ما وصلت للحرف اللي بعده عشان هذا المد أمده. هاي الروم عبارة عن حركة ثلث حركة، ما وصلت للحرف الثاني عشان في هاء الكناية أعمل له مد صلة. فلما حكيت هنا رومك كوصلك عن مين بحكي؟ عن ما قبل الروم. هنا كان وجه بالإشمام إنه أعمل مد متصل عرض للسكون، صح؟ صحيح. رقم ستة، ست حركات. أما بالوصل بالروم بدي أعمله كأنه موصول، ما ضلش عندي غير الأربعة والخمسة، بطل وجه الستة موجود. هذا هو رومك كوصلك. برضو رومك كوصلك موضوع التفخيم الراء، مثلا تسر. نفترض ان هاي مكسوره، هي هون مضمومه، بس نفترض انه هاي مكسوره وقفت على هاي بالسكون المحض، شو حضطر اعملها؟ رققها. بس اذا حكيت لها مع الروم حضطر افخمها، صح؟ في
فهمتي شو معنى رومك كوصلك؟ رومك كوصلك في الحرف المتطرف وفي الحرف قبله إذا كان في مد، هذا الروم كوصل. أما ليس الروم كوصل في موضوع مد الصلة، مد الصلة مع روم يعني حالة بتخص فقط مد الصلة الروم اللي في الوقف، حالة من حالات الوقف الروم. أيوة بس. حالة من حالات الوقف. فحتى لو حكيت هاي بالروم لا يوجد مد صلة، لأني ما وصلت إني هذا الحرف موصول بما بعده. وصلت؟ فرمك كوصف فهون في موضوع ترقيق وتخيم الراء إذا كان قبلها يا مثل مصير طبعا. مصير يلا خلينا نطبق على كلمة المصير. أعطيني إياها بوجه الروم، شو بدي أعمل؟ مصير هلا إذا وقفت عليها رمك كوصلك من أي ناحية؟ مصير مد عرض للسكون، هي بتكون إذا وقفت عليها. إذا بالروم شو بتصير؟ مضمومة هي صح، مصيره المد قبلها شو بصير فيه؟ هلأ هو المد العرض لسه يكون 2 4 6 صح؟ بس إذا عملت بالروم بضلوا 2 4 6 كلها موجودات؟ لا لا روم وكاكا وصلك شو حضطر أعمل؟ بدي أضطر أخلي بس مد طبيعي 2 فقط، هذا الوجه. طيب واثنين مصير لما وقف عليها لازم أرقق الراء لأن قبلها ياء ساكنة مصير. طيب إذا قلت مصير رومكك وصلك الراء بدها تتفخم هون بدها تتفخم بالإشمام والسكون المحض لازم تكون مرققة. فهمتي شو معنى رومكك وصلك؟ وضحت. اللي هي المد قبله والحرف نفسه إذا في أوجه تفخيم وترقيق، لكن مد يعني الصلة لا يبقى مع الروم. ارتفع اللي خربطني دكتورة انه هي رومك كوصلك، يعني انا اللي فهمت انه العكس، يعني شيء. لازم يكون انه وصلك كرومك يعني لا لا رومك كوصلك في كل شيء بالحرف او ما قبله، اما مش بالحرف بما بعده تمام ليس بما بعده. فرومك كوصلك يعني عن الحرف نفسه في اصله ومع ما قبله وليس فيما بعده، انه هاي دخل هنا روم لا يدخل معاه مد الصلة. وصلت؟ وصلت. هو منطق لانه اصلا وقف هو، فاكيد ما راح ينفصل ما راح ينفصل اللي بعده حتى يستدعي ذلك. يلا ام البراء رافع ايدك، بارك الله فيك، حضري حالك. منى لو سمحت بس بدي اسال قبل ما تسالي على طول عشان حكيت على الكسر العارضة هسا في الافعال البناء والحذف لما تحذف حرف المد ويصير عندنا حركي هنا يدخل نعم. عليها روم إشمام صح؟ نعم يدخل تماما، مثل اتق الله. هاي بس هاي الكسرة يعني. كسرة عارضة ولا كسرة أصلية؟ ما أنا مش عارف بدك الصراحة. هي كسرة أصلية، كل فعل أمر حذف حرف العلة من آخره إن كان يا أو واو بدخل فيه الإشمام والروم، لأنه الحركة العلامة الجزم هي حذف حرف العلة. حرف العلة مش كان قبله مكسور، الياء قبلها كسر والواو قبله ضم. نعم لما حذف إذا علامة الجزم هي اللي انحذف، معناته الكسرة والضم على اتق الله هاي كلها أصلية. ادعوا الله. إحنا هنا عندنا قال ادعوا، قال ادعوا، قال ادعوا لنا ربك، قال ادعوا ربك، مع أنها فعل أمر إلا أنه يدخل فيها شمام وروم. ما قصدي عنها إنها جت في بالي البناء، هذه حذفت الحرف العلي للبناء صح؟ بس يعتبر هن حركة أصلية مش عارضة. أيوة مش حركة أصلية نعم. يعني خلص أخذت جزمها وأخذت، ليش بدك تحذف الحرف اللي قبله؟ هاي الحركة خاصة بالحرف اللي قبله مش بالحرف اللي حذف. والحرف المتطرف يا بأخذ جزم يا بيحذف إذا كان حرف علي. نعم شكرا. يلا ام البراء تفضلي، خلينا ناخذ كلمه جديده. مسلمه هاي حلوه، يلا شو اللي شايفيته هون؟ نعم هنا التاء تقلب الى هاء عند الوقف مسلمه. طيب. هاي لا ولا تسقي الحرف مسلمه، مثلها كلمه بقره، هاي ايش هي؟ تبدل عند الوقف. ايش هي ايش اسمها
قلنا حروف لازم نحكي شو اسمها. اللام بدي احكي فعل، لام اسم ولا فعل ولا كذا. لا النون بدي احكي شو هي، نون متطرفه مظهره او لا، لازم احكي اسمها. هاي الحروف اللي لها بنسميها الحروف التي لها احكام، فلازم اسميها شو هاي. يعني هل هاي هاي نفس هاي؟ شو هاي اسمها؟ تاء، تاء التأنيث. اذا تاء التأنيث هاي شو هاي؟ هل الأصلية لفظ الجر؟ هاي أصلية. هاي شو هاي؟ هل كناي. لا عرفتي ليش الفرق من نعم. تسميتها على طول بتعرفي حكمها. طب نعم. تأنيثها ما مسلمة، تأنيث لفظي ولا معنوي؟ لفظي. في عنا بقر مؤنث ومسلمة صفة للبقرة. نعم تأنيث حقيقي. نعم نعم. طيب أو معنوي. طيب بغض النظر تأنيث حقيقي ولا لفظي أو طبيعي أو معنوي ولا لفظي، كله نفس الحكم، بس هاي المعلومة إليك يعني إن هذا تأنيث نعم. حقيقي. طيب مسلمة نعم. شو بدخل فيها؟ سكون محل. إذا بطلنا نحكي عن اللفظ، لأنه اللفظ بنحكي له الهاء الكناية، هاي يدخل نعم. عليها سكون محض فقط. طيب ما في ضمة تنوين؟ نعم جاوبين. هي عند الوقف مسلمة. ليش؟ جاوبيني اشرحي لي. عند الوقف تبدأ التاء ها. ممتاز يعني التاء ها. طبعاً الحركة للتاء الضمة للتاء مش للهاء. أيوة الضمة للتاء. وصلاً لازم تحكي وصلاً بما بعدها. نعم. وصلاً نعم. بما بعدها. نعم. أما الهاء هي أصلها ها هنا مسلمة وقفنا نعم. عليها بهاء ساكن سكون محض وجه واحد فقط، ما في شيء قبلها نعم. لو كان في ألف قبلها ببدأ موضوع إنه ومع ما قبلها بيكون مد عارض للسكون، لو كان لو كان بس ما في شيء نعم. طب هون بس بدي أعطيكم ملاحظة. هاي شايفين هاي فدارأتم نعم. هاي الهمزة الوحيدة التي رسمت على ألف خنجرية في القرآن نعم. كاملا عندنا ألفات نعم. خنجرية بس همزة خنجرية مع النش غير هاي في المصحف كله مفردة نعم. لا مش مفردة هاي، هي لها صورة الألف. صورة الألف مش الهمزة إلها أكثر من صورة، همزة معلقة وهمزة على واو وهمزة على هاي الياء، هاي المعلقة شايفة في إشي تحتها، في نبرة تحتها ما في، هاي معلقة هاي أو بسموها منفردة، منفردة معلقة بين الحروف أو منفردة على السطر. هاي إلها هاي فيها همزة على شكل نبرة، هاي همزة على صورة ألف مثل هاي على فكرة، مثلا إنها برضو همزة على صورة ألف بس مكسورة. هاي أنها لو في أن بتكون همزة على شكل ألف، بس هاي الوحيدة في القرآن كاملا رسمت على ألف خنجرية. نعم هذا الغريب فيها، يعني مش ألف قائمة، ألف على خنجرية. نعم بس هاي للمعلومة. طيب مين بحب يشارك؟ يلا اضربوه. هاي هاي اضربوه وينها؟ طب شيء يا أستاذ نفس الشيء زي مسلمة. مسلمة شية لا شية فيها، بس ما بقول لا يدخلها هون الحلاوة، إنه هون لا شية ما بقول ما بدخلها شمام وروم لأنها مفتوحة. أقول لا يدخلها شمام ولا روم لأنها تبدل عند الوقف هاء ساكن سكون محض. هاء ساكن. طب واللي قبلها ليش ما دخل فيه شمام وروم؟ شو اسمه مد عارض للسكون؟ مسلمة. لا شية ليش هانا ما حكينا إيش عن الهاي الياء؟ عادة الياء مفتوحة. أيوة هي مفتوحة ليست ياء مدية. ياء متحركة ليست. ياس لها حكم حكم إحكام الياء المدية. المادة أو اللين. ممتاز. يلا اضربوه. بتحب تجربي معنا بيضربوه؟ اضربوه. اضربوه. كسر. نبدأ بالكسر.